الله، صباحكم بألف خير لكل المشاهدين وآخر محطاتنا، والحديث عن موضوع لازم يخلينا هيك يكون منتعشين. يعني يمكن كغيرها من أنواع الرياضة اللي بتميز فيها رياضيو فلسطين، شاركوا في بطولات محلية وعالمية ونافسوا على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية. نحكي اليوم عن رياضة السباحة اللي برزت بشكل كبير في الآونة الأخيرة. اليوم نتحدث عن مشاركة عدد من السباحين الفلسطينيين في البطولات العالمية والعربية والمحلية، والآخرها كان في مسابقة كمان موجودة في دبي. وسعدنا يكون معنا من داخل الاستوديو الحديث عن هذا الموضوع رئيس الاتحاد الفلسطيني للسباحة السيد فواز زلوم والسباح الفلسطيني حمزة عبده. صباح الخير. صباح حمزة، شوي تعملنا شوية حركات قبل ما نبدأ هيك، يعني الطاقم هلا نقولهم تعلموا شوي. طيب تمام، يعني بداية أول شيء مبروك على مشاركتكم، ومبروك الفوز حمزة كمان. ويمكن نطلب منكم في البداية تحكوا لنا عن المسابقة الأخيرة اللي شاركتوا فيها في دبي. الله يبارك فيك، بداية صباح الخير وشكرا لكم لاهتمامكم في موضوع الرياضة بشكل عام ورياضة السباحة بشكل خاص، نتشكركم على هذا الموضوع. هلا المشاركة احنا كانت عندنا هاي، كان في عندنا بطولة دولية اللي هي في دبي، احنا بنشارك لثلاث مرة يعني ثلاث سنوات متتاليات. هاي البطولة لأول مرة صارت اللي هي بطولة السباحة الدولية 2014، انها ارقامها مسجله دوليا وعالميا، وهي مؤهله للصين اللي هي راح يكون في عندنا بطوله بالصين اللي هي في نانجينج، فكان في لها ارقام تاهيليه. والحمد لله رب العالمين انه توفقنا في هذه البطوله، انه حصلنا على ميداليتين فيها، في ميداليه فضيه حصل عليها السباح احمد جبرين في سباق الواحد كيلومتر اللي هي الاوبن ووتر المياه المفتوحه، وسباحنا حمزه عبده حصل على الميداليه البرونزيه اللي هي بسباحه الفراشه 50 متر. فراشي حمزة؟ فراشي. طيب احكي لنا أكثر عن الأجواء كمان، كيف كانت في المسابقة وكيف بيكون تحضيراتكم للمشاركة في مسابقة على مستوى دبي؟ احنا بلشنا تحضيرات من 2013 من شهر 11 لبطولة دبي. طبعا عن طريق الاتحاد هو كان دعمنا في التدريبات، كنت بتدرب في جبل المكبر عن طريق الاتحاد. لما وصلنا للبطولة كانت هي بطولة للأندية بس عالمية، بطولة عالمية. البطولة كانت كتير حلوة، كان فيها مشاركين كثير، كان من هنغاريا من جورجيا، كان في عدد كبير من المشاركين اللي كانوا حتى في اولمبياد 2008. فكانت البطوله كثير حلوه، مشاركه حلوه. طيب خلينا نشوف هذا مقطع فيديو القصير رح ينقلنا لاجواء ايضا المسابقه، وراجعين نكمل حديثنا. فلسطين 56 23. إذن شفنا حمزة كان المتسابق الأول اللي بتحكي لنا أكثر عنها. حمزة أنت كنت أول واحد صح؟ مش مبين طبعاً، بس إنه يعني مبين إنه مش مبين وجهك. كنت أول واحد فيها، وكانت هي أول سباق إلي في بطولة دبي، تأهلت الأول بس للأسف بالفاينل كنت الرابع. ايش اللي بيفرق في الموضوع؟ بتكون متعب او بتكون مش متدرب على تفاصيل متعلقه بال؟ لا بتكون هو متعب، لانه كانت المواصلات بين البركه للاوتيل ساعه وشيء، فكانت ساعه رايح ساعه جاي وفيش نوم، كان بس نتغدى ونرجع على البركه، فكان كتير تعب. وكان بين السباق للسباق كان في ساعتين يعني بين الإحماء والسباق. أستاذ يعني فواز، يمكن كمان فرصة تحكي لنا أكثر عن دور الاتحاد في دعم الشباب وكيف تتواصلوا معهم. يعني ذكر حمزة أنه بدأ تدريبات من 2013، فحكي لنا عن دور الاتحاد بشكل أكبر. يعني إحنا هلأ بالاتحاد قاعدين نبني كيف على خطة، إحنا شغالين لنا سنتين على موضوع الخطة السنوية اللي هي تدريب المنتخبات. فالاتحاد بصدد تشكيل اللي هو فريق للناشئين وفريق للعموم اللي احنا شغالين عليه يعني، وبصور انه اللجنة الأولمبية لها دور كبير في هذا الموضوع، انه اخذنا الموافقة يعني بدهم يدعمونا في هذا
الموضوع بالذات اللي هو تشكيل منتخب ناشئين ومنتخب عموم اللي هو الناشئين اللي بنحكي عليه اللي هو احنا بنحكي من 98 فما دون بيكون يعني الفئة من 98 لأعمار الأكبر بتكون فئة عموم من كلا الجنسين بنات وولاد راح يكون. وانت عارف انه عندنا الصعب في المجتمع اللي احنا فيه موضوع البنات كتير صعب بالنسبة للوحدة انها تصل لعمر معين او لسن معين انها بتعتكف عن السباحة بتروح للدراسة للزواج. هذه المشكلة اللي احنا عمالنا بنواجهها فعمليا ما في اناث في كبار فئات عمرية كبيرة صعب. احنا عمالنا قاعدين نشتغل على اشي اسمه الناشئين اللي هي الاعمار الصغيرة من 2000 وطالع ل 2006 2007 صدد تطويرها. والشهر هذا إن شاء الله راح نطلق يعني المشروع تبعنا اللي هو تشكيل منتخب ناشئين وعموم من كلا الجنسين إن شاء الله. وهذا المنتخب راح يضم أشخاص من مناطق ومدن مختلفة فيعني هو بيفتح المجال لأي حدا مهتم ينضم. إشي طبيعي إحنا بناخد الأكفاء وأصحاب الأرقام إحنا بتواصل مع الهيئة العامة تاعتنا اللي هي الأندية اللي تابعة للاتحاد كليتها. كل خطة الخطة السنوية طبيعي عممناها على الجميع واصلة عندهم وكل واحد بيعرف انه كل مدرب بيعرف شو في عنده. احنا بنطلب ارقام بنطلب مسافات فكل واحد بزودنا في الموجود عنده اشي طبيعي. بيجي عندنا الموضوع الاختبار تبعهم بنصل لهاي المرحلة بعدها بنباشر بعملية تدريب المنتخب اشي طبيعي. بده يكون 6 أيام بالأسبوع التدريب شامل للعموم وللناشئين كل يوم. حمزة هاي مشاركتك الأولى على مستوى دولي كانت في دبي أو عندك مشاركات سابقة؟ لا عندي مشاركات سابقة. أول مشاركة دولية كانت لي بطولة العالم باستراليا 2007 وبعديها بسنة الأولمبياد بكين 2008 وبعديها تركت فترة الدراسة التوجيهي وأول سنة جامعة وبعدين رجعت. طب يعني معناه أنت يعني قوي في هذا المجال. تحكينا كيف كانت البدايات عشان أنت يعني من عمر صغير تبلش تشارك على مستوى دولي؟ بلشت تدريب السباحة من عمر 7 سنين في جبل المكبر. لسن 16 سنة ضليتني أسبح في جبل المكبر برضو مع المدرب حسين أوسات. بعديها أجت وقت الأولمبيات وبعديها أجت التوجيه بعدين تفضيت والاتحاد رعاني من 2010 من ما رجعت على السباحة ل 2014 حاليا اللي هو دعمني في تدريبي كله كاملا. قد ايه تقريبا عدد الاشخاص اللي بتدعموهم وبترعوهم زي ما كيف مثال حمزه؟ ويمكن هون كمان مهم نحكي قديش بفرق ان الواحد يبدا من عمر صغير يعني زي حمزه على كبر بصير حاسس بالفرق. هلا انا حابب يعني اني احكي في هذا الموضوع كمان. يعني حمزه ولد من اولادنا وفي عندنا اخو كمان بدرس بالاردن بدرس مهندس برضه بتدرب بالاردن. في عندنا سباحه ببرشلونه اللي هي سابين حزبون مأمنين لها معسكر لها سنتين في برشلونه بعد الاولمبياد. في عنا أحمد جبرين برضو في برشلونة. في عنا سباحين برا موجودين. وهلأ اللجنة الأولمبية يعني إحنا إجانا معسكر راح يكون تدريبي في قطر راح نبعث عليه اللي راح يشاركوا في الصين وبكوريا راح يكون للتنين. في عنا وفي عنا كمان منح جاية إن شاء الله كيف سابين وأحمد جبرين موجودين في برشلونة إنهم يكملوا. إحنا بنعتني في قلنا في الجيل اللي بيعطي في الناشئين. الناشئين بنشتغل عليهم بشكل كثير يعني مزبوط. ولا أخفيك يعني إنه إحنا ممكن نكون في عنا صعوبة إنه لعدم توفر مسابح إنه ما عندناش إحنا مسبح أولمبي موجود في فلسطين وأغلب المسابح كليتها مش تبع حكومة كلها قطاع خاص. يعني أغلب التدريب لهم في مسبح هاف أولمبيك اللي هو 25 متر يعني اللي بيكون المدرب للخمسين في فرق بين إنه يسبح بمسبح 25 متر لخمسين متر. هذا اللي إحنا بنواجهه هو الصعوبة يعني اللي بتواجه كاتحاد. هذا من عوامل الإعاقة الأولى عنا. ولكن يعني هل بتشوف إنه في الآونة الأخيرة في ناس وشباب عم بيهتموا ينضموا للاتحاد؟ أنتوا كمان عم تحاولوا تجذبوا أطفال شباب يعني بالإضافة للتركيز على هاي الأشخاص والأسماء اللي أنت سميتهم هم ممكن 10 أشخاص خلينا نقول. ولكن هل في اهتمام بجيل آخر؟ إشي طبيعي. إحنا هلقيت كمان راح يدخل عندنا النشاط المدرسي إنه ضمن الاتحادات المدرسية راح تكون. إحنا في عندنا خامات كويسة زي ما قلت لك. إحنا العائق الوحيد عندنا إحنا المسبح. إحنا الاتحاد يعني موجود. طب فيش حل للعائق هذا؟ إحنا قاعدين عمالنا إن شاء الله نأمل من الله إنه نحل قريبا. أنت عارفة تكلفة المسابح كتير عالية جدا يعني من ناحية تدفئة من ناحية صيانة من ناحية فلترة كتير مكلفة. فكمان علينا كاتحاد إحنا كتير. حمزة قديش من جواك في دافع انك انت كمان بتمارس هذا النوع من الرياضة والسباحة؟ هو السباحة هو اكتر اشي بحبه في اعمله في حياتي. فدافع كبير انه ما في عنا برك ما في عنا اشي مؤهل لانه نصير احسن من العالم. بس احنا مستوانا كتير احسن من دول الخليج ودول العربية. فمستوانا يعني عندهم
كل مجمع عندهم في ثلاث برك وعشرين مدرب وكمان دكاترة مسار. عندنا ما بنملك ولا شيء من هذا الشيء واحنا كثير اعلى منهم بمستوانا. قديش عن جد فعلا مرات بتشعر انه في تقصير من بهذا الجانب، انه بتتمنى لو الاشياء مختلفه او يعني هو يعني الواحد ما بيتمنى، لانه احنا حالنا هاي اللي احنا عايشين فيها، انه اسرائيل مانع كل الرياضه حتى البرك، واحد يعمل بركه يعمل منتجع ما في. طب حمزه كلاعب بهذا المجال ايش طموحك في المستقبل؟ اني اوصل اولمبياد ريو واكون مدرب منتخب. يعني سعيد استاذ فواز تسمع هذا الحكي؟ شيء طبيعي، شيء طبيعي، انا بشد على ايده، وبالعكس احنا مع يعني انه كل واحد يتطور يطور نفسه، وحمزه من الناس اللي طورت نفسها وطورت ذاتها، كل الاحترام. في رساله من الاتحاد للمشاهدين للعائلات كمان، وفي عندكم واضح كمان بالفتره القريبه مخططات رح تشتغلوا فيها على صغار وكبار، بتحب توجه رساله؟ يعني اول شغله احنا بنحس، اول شيء بحب اشكر المدربين تبعونا، بحب اشكر هيئتي العامه كليتها كويس، بنحب نشكر المدربين كمان، في مدرب رافقنا في بطولة دبي محمد الطويل كمان بنشكره مع أثر مع الشباب. بدي أشكر كل الأندية اللي تابع لنا، وبدنا نحسهم إنه للتشجيع، وبدنا نعتذرهم على البطولة اللي أجلناها. إحنا كان مقرر إنه بطولة الخميس والجمعة في عين المرج في بير زيت، تم تأجيلها بسبب الأحوال الجوية، وإن شاء الله يعني بداية الصيف لقدام رح تيجي إن شاء الله، بداية 1/6 رح نعملها، وإن شاء الله بتستضيفونا كمان مرة ونيجي عندكم ونبلغ عنها إن شاء الله. إحنا بسعدنا أكيد طول الوقت، يعني بتمنى لكم كل التوفيق، وحمزة بتمناك يعني بتمنى عن جد يعني من هون للسنين الجاي تكون عم بتحقق أشياء، وإحنا كمان فخورين فيك وفخورين إنه كمان في عنا تجارب فلسطينية ناجحة وبتشارك وبتفوز كمان، نتمنى يكون كمان في دعم أكبر للشباب المشاركين. مبروك كمان للفائز الآخر، بقدرش يكون معنا أحمد زبدين، ألف مبروك أكيد. شكرا لكم ونهاركم سعيد. الله يخليك، شكرا لك. إذن بهيك إحنا كمان بنكون وصلنا لختام حلقتنا في هذا. الله يصبحكم بألف خير لكل المشاهدين، وآخر محطاتنا والحديث عن موضوع لازم يخلينا هيك يكون منتعشين، يعني يمكن كغيرها من أنواع الرياضة اللي بتميز فيها رياضيو فلسطين، شاركوا في بطولات محلية وعالمية ونافسوا على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية. بنحكي اليوم عن رياضة السباحة اللي برزت بشكل كبير في الآونة الأخيرة. اليوم نتحدث عن مشاركة عدد من السباحين الفلسطينيين في البطولات العالمية والعربية والمحلية، والآخرها كان في مسابقة كمان موجودة في دبي. وسعدنا يكون معنا من داخل الاستوديو الحديث عن هذا الموضوع رئيس الاتحاد الفلسطيني للسباحة السيد فواز زلوم والسباح الفلسطيني حمزة عبده. صباح الخير.